تأخرت عليك؟ لا أصلاً أنا هلأ أجيت. فينا نقعد؟ طبعاً. ليش طلبتي تشوفيني؟ كينان، اللي عشناه ليلة مبارح ما كان شي طبيعي بالنسبة إلي. طبعاً تسجيلات الكاميرا سجلت كل شي. تسجيلات الكاميرا؟ إيه، في كاميرات بكل مكان بالبيت وسجلتنا نحن كمان، كان لازم نعرف هالشي. شو؟ أنت خايفة؟ خايفة إنه يعرف ورا؟ خايفة إنك تخسري زواجك؟ كينان لو سمحت لا تقول هيك، الموضوع مو هيك. فورال ما رح يترك القصة تمرق بسهولة. نحنا لازم نوصل لتسجيلات الكاميرا قبل ما حدا يوصل له. بشو عم تفكري؟ كيف بدنا نوصل للتسجيلات؟ ما بعرف، بس لازم نوصل لتسجيلات بسرعة مشاننا ومشان أرماك. لازم نلاقي طريقة ونحل هالموضوع. كينان، أنا للصبح مفكر بالشي اللي عشناه مبارح، ما راح من بالي ولا لحظة. ولا أنا. شو بدك تقولي؟ احكي اللي بدك يا، عم بسمعك. في شي ما عم تتشجعي عليه؟ ها؟ أو إنك بدك تعترفي لي بشي؟ يلا قولي، عم بسمع. كينان، أنا. أنتِ شو؟ احكي هزال، يلا. احكي كل يلي بقلبك. شو بدك تقولي؟ انك لساتك بتحبيني؟ ولا انك بتكرهيني؟ ها؟ ولا بدك تقليلي ليش ما قدرتي تشلحي اللؤلؤة السودا كل هالوقت؟ ولا بدك تحكي عن الليلة اللي بالكوخ؟ عن شو بدك تحكي منه؟ احكي، عم بسمعك. هزال، يلا ناطرك، احكي. قولي يلي حابه تحكي، يلا عم بسمعك، قولي كل شي بقلبك. ما اجيت لاحكي عن حبي ولا اجيت لاحكي عن كرهي. ما في جواتي ولا اصغر شعور اتجاهك. اجيت لاقول هالشي. شوف انه نعيش تحت سقف واحد هالشي صعب علينا اتنيناتنا، وانه نضل قريبين لهالدرجه. ويا ريت كل شي يوقف محل ما انتهى ولا كانه صار. اللي عشناه مبارح كان لحظة ضعف منا وما إله أي معنى، صدقني، وما لازم يكون أصلاً. ما بقى شي جواتي اتجاهك. الحب اللي كان جواتي مات وانتهى. تأكدت من هالشي ليلة مبارح، لهيك خلينا ننسى اللي صار. نحنا، أنا وإنت، بعد هلأ انت حبيب ارماك اللي قريبا رح تتزوجها، وانا مرت فورالي اللي بيحبني. فينا نكون مبسوطين كتير هيك، وهذا اخر لقاء لنا واخر مره بنحكي مع بعض.
كينان. الله يسعدك.